بس وصل ببعت لك رقمي وبنحكي مع بعض. اي طبعا لازم نحكي مشان ضلني وصل لك الاخبار اللي هون. انت خبرني عنك وبكفي. مهند ما كنت حابب ضايقك بس قبل شوي اتصل فيني هذا اللي اسمه بدر هاكمان. مو حابب اسمع شيء. شو بده الافندي؟ ما بعرف، سألني عن التحليل، قال اذا في معلومات جديدة او تطورات. كيف يعني؟ ليش ما بيعرف انك انت تركت الشغل؟ بتوقع انه بيعرف، واضح حابب يعرف اذا سافرت ولا لا. طيب بإمكانه يعرف من صهره، ليش لحتى يحكي معك؟ شو بيعرفني؟ على كل حال أنا ما فهمت عليه، بس يبدو أنه بده يحكي شيء. حقير. من أنو طريقنا؟ من الدام على اليمين. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. خير إن شاء الله. شوفي باين عليك مبسوط على الصبح. مزبوط. شو السر؟ ما في شي بنوب، حاسس حالي انه فقت على يوم حلو بس. كتير حلو. يلا منشوف. يلا باي. صباح الخير. صباح النور. ليش ما فيقتني معك؟ كنا ركضنا سوا. ما سخيت، حكيت مع بابا، مهند سافر. هذا أحلى خبر بسمعه من الصبح. وهو هيك. مؤيد؟ شو؟ شو عم تفكر بخصوص أمك؟ كيف يعني؟ يعني اللي عاشته لهلأ كانت مرحلة، بس بعد ما طلقت من أبوك فأنا برأيي بلشت مرحلة جديدة بحياتها. يعني؟ يعني أنا قصدي إذا بتشوف شو بدها تعمل بالأيام الجاية، يعني أكيد رح يكون عندها شي براسها. إيه أكيد عندها. يعني كيف بدها تعيش ووين بدها تعيش وشو ناوية تشتغل أو تساوي؟ بترجاك لا تفهمني غلط، يعني ما في مشكلة إذا بتضلها عايشة هون، يعني على القليلة إنه أنا ما عندي مشكلة، بس بركي هي عم تتضايق من العيشة هون، بركي ما عم تأخذ راحتها ومو قدرانة تقول. أنا برأيي إنك تحكي معها. ماشي، بحكي معه. يعني بلكي عم تتردد تطلب منها المساعدة، ما بعرف، بالنهاية أمك وبتعرف طبعه وشو بتحب وشو ما بتحب. ماشي أنا بحكي معه، بس خليني أتدوش قبل ما أبرد. طيب. صباح الخير. صباح النور بنتي. لوين رايحة على الصبح؟ رايحة أركض شوي. الله معك. Thank you.
مرحبا. أنا عم دور على التقارير الشهرية على أساس مؤيد يعطيني إياهم، بس نسي. لازم أشتغل عليهم شوي. طيب هو بالشركة؟ تأكدت إذا إجا؟ لا لسه ما إجا. شوفك. أنا رايح على القصر، بدي روح شوف بلكي منقدر ننتقل المساء، يعني الليلة مننام ببيتنا الجديد، أو بالكتير بكرة مننتقل، وراح تشوفي بنفسك شو حلوة العيشة هني. نامي وارتاحي هلا، أنا المساء بجي باخدك، ومن هون للمساء فيكي تبكي، بس بعدين ما بدي شوف دموعك، بدي إياكي تبيني مرت بدر هاكمان يلي كل النسوان بتتمناه. ما بدي شوف مرتي وهي عم تبكي.